انت مدرب كويس جدا وكفء جدا وخبره عاليه جدا، وبتختار اللعيبه بتوفيق، وربنا بيوفقك عشان انت قلبك ابيض وبتحب الاهلي. ابذل مجهود الفتره اللي فاتت مجهود كبير كبير جدا، واحنا ما نقدرش ننسى المجهود دوت. فلو ان شاء الله الفتره الجايه يبقى فيه احسن واحسن باذن الله، وربنا يوفقه. كابتن حسام بدري راجل واخد فرصه وهو قدها وهيستغلها كويس جدا، ربنا يوفقه وشد حيله مع الفريق. رجل مناسب في المكان المناسب، خصوصا ان النادي الاهلي يمر بمرحله انتقاليه حاليا، واتمنى التوفيق ان شاء الله له في منصب جديد باذن الله للسنه الثانيه باذن الله. ربنا يوفقه وينصر ان شاء الله حق جاي النبي. بحب كابتن حسام. ايه السؤال اللي تحب توجهه للكابتن حسام البدري؟ انا بسال يعني ايه الناحيه اليمين دي بس، يعني عايزين واحد بس معين فيها زي بركات مثلا، داعم يعني الفريق نفسه بالناشئين كتير. عاوزين نقول له هو عماد متعب هيرجع ولا مش هيرجع تاني؟ سؤالي عن حارس المرمى حقيقي، يعني هل ممكن يعني يشوف حد غير شريف اكرامي ولا مش ده حسام غالي اللي مستنيين منه مش هو؟ يعني عايزين لما بتوجه برضه اللعيب تبقى ايه زي ما بتحبهم بيبقى بحب برضه، عشان اللعيب يدي برضه في الملعب اكتر. لان انت في عندك عجز اصلا في الفراوده، ونص ملعب مليان كتير. يعني ما حسام بدري مدرب كويس، والنهارده ما حصلش التوفيق يعني، وربنا يكرمه ويسهل له ان شاء الله. بالنسبه للتغييرات بتاعته بس يظبطها شويه، عشان هو النهارده عمل تغييرات بصراحه مش يعني ما كانتش قد المستوى يعني، فعشان كده كان ابو تريكه مش كويس وكان احمد فتحي مش كويس، فيا ريت تغييراته بس تتظبط شويه. دي ساعات بيبقى كويس فيها جدا وساعات ما تبقاش موفقه. ليه ما بيعملش التوازن بين اللي هو التغيير المناسب امتى والتغيير مش مناسب امتى؟ يا كابتن حسام عايزين الدوري. كابتن حسام حافظ تساؤلات الجماهير ولا في الناحيه اليمين؟ في دماغي الناحيه اليمين، الناحيه اليمين زي ما احنا عارفين يمكن احمد فتحي بيلعب فيها وفي شريف عبد الفضيل، فانا مش شايف فيها مشكله. فكون ان يبقى موجود بس ما فيهاش باك رايت يعني اصلي احمد فتحي انت بتلجا له من نص الملعب للظهير الايمن، بس احمد فتحي شريف عبد الفضيل من الاستوبر للظهير الايمن، بس احمد فتحي بيجيد في الحته دي. يمكن شريف طبعا بيجيد في الناحيه الدفاعيه، الناحيه الهجوميه بيبقى فيها قصور شويه، لكن احمد فتحي بيأديها بشكل كويس. فما عندكش مشكله في الناحيه؟ ما فيش مشكله. عوده متعب حضرتك اتكلمت عليها، حراسه المرمى شايف الناس تقرت بشريف اكرامي مستواه زاد وبالصعود، ولان الناس مستغربه ان ابو السعود حتى الان حتى ما اتحطش في القائمه خالص؟ هو بالنسبه لابو السعود اول لما جه كان عامل عمليه جراحيه، ففي نفس الوقت يعني احنا بنلعب دلوقتي مباراه افريقيه، فلابد يبقى المقيدين افريقيا هم الموجودين في الملعب وهم اللي جاهزين. في نفس الوقت ابو سعود يعني مؤهل ان شاء الله بشكل كبير ان شاء الله بعد ماتش شبيبه القبائل يبقى موجود مع الفريق باذن الله. تقرير احمد ناجي عليه ايه؟ مش احمد ناجي طبعا بيشيد بيه، وفي نفس الوقت انا بتابع التدريبات اللي بيعملها احمد ناجي. الولد بيزيد طبعا، فورمته افضل بكتير، اداؤه افضل بكتير، فان شاء الله يبقى موجود معانا بعد مباراه الشبيبه. كابتن حسام لو تالق بالسعود وظهر بمظهر جيد، هل من الممكن ان تعود الى سياسه الدور في حراسه المرمى في النادي الاهلي تاني؟ ممكن 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 لو في يعني زي ما انا بقول شريف الفتره اللي فاتت بيأدي بشكل كويس جدا بشكل مميز، لو ابو السعود دخل برضه وخد الفرصه وتالق ممكن جدا ارجع لسياسه الدور. طب ممكن وارد. حسام غالي كان عند حسن ظنك ولا لسه ما استعدش؟ حسام بيأدي بشكل مميز طبعا، واكيد تاكدنا ان هو اضافه كبيره للفريق، لكن في نفس الوقت انا متاكد ان هو عنده افضل من كده بكتير. يعني حسام ما جهزش لسه بالشكل اللائق نتيجه ان هو ما لعبش كم المباريات او حتى فتره الاعداد زي ما احنا عارفين ما كانش متواجد معانا، لكن انا متاكد ان حسام عنده افضل من كده بكتير. من الممكن انه قصه الكابتن تثير ازمه داخل النادي الاهلي؟ لا خالص خالص، لم تثير اي ازمه للقصه دي. ليه ما فكرت تشد الكابتن لابو تريكه لبركات على عطائهم الكبير داخل النادي الاهلي؟ ده ما كانش هيضايق حسام غالي؟ والله هو طول عمرها ماشيه طبعا بحته الادميه، وفي نفس الوقت بعد عوده حسام غالي يمكن انا وزنت الامور شويه ولقيت ان وجود حسام في المكان ده برضه هيبقى مفيد للفريق ومفيد للاعب نفسه بشكل كبير. وفي نفس الوقت بالرغم ان انت عندك في الفريق بعض القيادات وبعض الناس المميزه، لكن بتشوف ان هم بيفضلوا برضه ان هم ما يبقوش موجودين في المكان ده. المكان ده بيفضلوا ما يبقوش موجودين في المكان ده؟ يعني وائل جمعه من الناس اللي ممكن يعني المكان ده تعمله بشكل كويس جدا يبقى كابتن. يبقى كابتن طبعا. لكن ابو تريكه مش حابب.
ابو تريكه مش حابب ابو تريكه ما بيديش مؤشرات ان هو بيفكر في المكان ده ما بيديش مؤشرات ان هو بيفكر في المكان ده فبالتالي انت بتستشف الكلام دوت وبتعرف مين ممكن اللي بيفكر او لا وبتحسب الامور لمصلحه الفريق ومصلحه اللاعبين فاعتقد الاختيارات اللي تمت او وبركات زي ابو تريكه افندم وبركات زي ابو تريكه وبركات زي ابو تريكه نفس الكلام يعني يعني بركات برضو بيفضل ان هو ما يبقاش المكان ده موجود فيه ده من خلال اسع بعض الاحاديث اللي بتتم بيننا طبعا نتيجه السفريات الكتيره او كده في بعض الاحيان بيبقى فيه اسئله بيبقى فيه مناقشات طبعا ما بتبقاش بشكل جدي في بعض الاحيان لكن انت بتقدر تستخلص منها بعض الامور الخاصه بالفريق يعني. هل احمد حسن طلب انه يبقى كابتن خاصه انه كابتن منتخب مصر؟ لا خالص ما قالش خالص الموضوع ده عمره ما فتح لا من قريب ولا من بعيد لا خالص انت بتفضل عشان تريح دماغك الاقدميه لا مش رايح دماغي في بعض الاحيان من الممكن انت يعني تختار في كابتن؟ بعض الاحيان انت شايف ان الرجل اللي موجود لا يصلح ان هو يكون كابتن النادي الاهلي لا مش هريح دماغي هتبقى ضدي لازم اختار واحد يصلح المكان ده معلش هرجع بيك فلاش باك فتره شويه استبعاد شادي كان قرارك ولا كان تقرير مانويل جوزيه لا كان في تقرير في نفس الوقت يعني احنا كنا شايفين في الوقت ده ان افضل لشادي ان هو يبقى مش موجود ويمكن الموضوع ده انا جاوبت عليه اكتر من مره في حلقات معاك يعني يعني برغم ان شادي طبعا عطاؤه كبير جدا وزي ما اقول من اللعيبه المميزه اللي ادت النادي الاهلي لكن كان في تقرير موجود طبعا عندنا تقرير مع بعض اللاعبين اللي تركهم النادي الاهلي من ضمنهم شادي محمد قلنا ده هيبقى تقرير اوقع لانه اللعيبه اللي موجوده معاك ما حدش هيقدر يقول غير كل خير وكل حب عليك يا اما هيقعدوا احتياطي او هيطلعوا بره النادي فخدنا اللعيبه اللي من بره النادي رايهم في الكابتن حسام البدري. حسام البدري للاسف لم يحترم التاريخ ولم يحترم احمد بلال كابتن الفرقه انذاك يعني وانا الحقيقه انا ما طلعتش اتكلمت لا في اي اذاعه ولا في تلفزيون باي شيء يسيء لكابتن حسام البدري لان انا قلت يا جماعه كابتن حسام كان بالنسبه لي اخ كبير وكان راجل انا بحترمه وما زلت انا بحترمه لكن اللي حصل ده كان حاجه مسيئه من كابتن حسام البدري وكان لابد ان وكانت هي كانت يعني زي ما تقول كانت هي خلاص النقطه الفاصله بين ان انا اكون موجود في النادي او ان انا اخرج من النادي. ما اتفرجش عليا ان انا اروح الاتحاد، انا اللي فكرت في الموضوع، قلت ان انا ممكن اجي مع نادي كويس، نادي جماهيري، العب كوره وما يكونش فيه الضغط اللي كان موجود عليا، انا كان ممكن اكون يعني اتعرضت لمواقف صعبه، انا لعبت كتير بس اتعرضت لمواقف ضغط كان عليا ضغط وانا ما استحملتوش. طبعا مفيش حاجه طبعا اقولها طبعا يعني ترسم الناس اللي عملت طفره في اداء الاهلي يمكن السنه اللي فاتت والحمد لله يمكن اداؤه ناجح السنه اللي فاتت في فوز بالدوري وصعدنا لدوري المجموعات والحمد لله بدأنا السنه دي بفوز بالسوبر وان شاء الله احنا مصممين ان شاء الله على افريقيا السنه دي والدوري ان شاء الله احنا في زمن احتراف يعني هم طبعا جابوا لعيبه سوبر شوقي وحسام غالي احسن لعيبه في مصر يعني وده زمن الاحتراف يعني ما كانش ليا نصيب في الاهلي والحمد لله ربنا كرمني ورجعت الشرطه اقول له ربنا يكرمك ويوفقك ان شاء الله في اللي جاي وربنا يكرمك في مشوارك يعني ان شاء الله طبعا كابتن حسام مش محتاج ان انا اتكلم عليه راجل مدير فني على مستوى البطولات بتاعته بتقول كده كابتن حسام انا اتمرنت معاه راجل محترم جدا بيحب اللعيبه يمكن دي هي سبب مكسب الاهلي في الفترات الاخيره حب اللعيبه ببعض اللعيبه اي حد بيجيب جون بيحب يروح له فدي حاجه كويسه يعني وانا بتمنى له التوفيق الفتره بقول لك كابتن حسام هو وحشني طبعا وبغض النظر عن الحاجات اللي هي حصلت قبل كده فانا يعني بحترمك جدا وانت مدرب قدير واكيد انت قدير انك انت تمسك وتدرب فريق النادي الاهلي وربنا يوفقك ان شاء الله في الفتره الجايه وان شاء الله في اقرب فرصه باذن الله هاجي لك النادي واجي لزمايلي اخواتي اللي هم السابقين ان شاء الله في النادي الاهلي باذن الله اقول له ما تبصش لحد وما تركزش مع حد وخليك زي ما انت وان شاء الله ربنا يكرمك ويكرم النادي الاهلي ان شاء الله كابتن حسام الاب ليا وان شاء الله اقدر ان انا اسعد نادي الاتحاد السنه دي ان شاء الله وارجع النادي الاهلي باذن الله اكون جاهز واكون عند حسن جمهور النادي الاهلي ان شاء الله كابتن حسام البدري انا بحبه جدا 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 وهو صاحب فضل عليا